عادات مصرية غريبة جدا. الجزء الاول، في حاجة مشهورة في مصر يا صديقي اسمها شهقة الملوخية. دي عبارة عن ان المصريين لما بيجوا يطبخوا الملوخية بيستنشقوا ريحتها ويسيبوا بقهم مفتوح ويطلع كده صوت الشهيق، بيضيفوا بقى شوية توم للملوخية لكن طعمها بيبقى كده. كمان ربط عدم الانتهاء من كوباية العصير بعدم الزواج، علشان كده الشاب لما يروح يزور الفتاة لازم يشرب كوباية العصير كلها. من الحاجات الغريبة جدا عند المصريين ان هم بيدفنوا ابن العرس بالسين، عشان محدش يفهمني غلط، على عتبة المنزل علشان يحصلوا بقى على الثروة والازدهار والاموال. كمان يا صديقي لما بيتولد عند المصريين طفل جديد بيجيبوا الهون اللي بيتدق بيه التوم ويدقوا بيه الطفل، قصدي عند الطفل يعني. لما عمره بيوصل 7 ايام بيحتفلوا بقى مع الاهل والاصدقاء والقرايب بالغنى وتوزيع الحلويات والهدايا والملبس والحاجات اللي احنا عارفينها دي. بجد المصريين دول ناس غريبين جدا. استنوا بقى الجزء الثاني عن اغرب العادات في مصر وبس كده.